بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد علي، مهندس برمجيات، ونكمل دائما مع دلفي درس اليوم 26. سنتكلم على dependency injection أو injection de dependance، وذلك عن طريق يعني الطريقة ستاتيك والطريقة ديناميك باستعمال سبرينج فور دلفي. يعني في هذا الدرس الجزء الأول سنتكلم على الستاتيك، يعني الطريقة الستاتيك في الانجكسيون دي ديبوندونس مع دلفي، وبعد ذلك إن شاء الله سنتطرق إلى الفرومورك سبرينج فور دلفي ونعمل ديناميك بمثال. إذا سنرسم أولا، وبنفس يعني هذا الدرس قمنا به بالجافا وبالدوت نت وبالجافا سكريبت عن طريق النوت جي اس، والآن دور الدلفي. الهدف من هذا المثال أننا سنعمل عندي main أو my project dpr فيه يعني المين في الدلفي أو البيجن للدبير، وعندي كلاس اسمها service سنسميها user لأننا سنستعمل مع اليوزر، وأنا دائما أعطيكم أمثلة على اليوزر user service. هذه كلاس يوزر سيرفيس، وعندي ايضا كلاس اخرى نسميها يوزر دياو. الكلاس يوزر دياو ستتصل مع قاعدة البيانات وتجلب الداتا عن طريق ORM، عن طريق يعني ادوات الاتصال فايرداك او غيره. اذا هنا عندي اتصال مع قاعدة البيانات، وعندي ميثود اسمها، سنضع ميثود في هذه الكلاس اسمها get db user مثلا. هذه ال get db user ستأتي بسجلات من قاعدة البيانات، ثم service سيقوم بإنشاء يعني نجد ميثود اسمها get user list، أو سنرى ذلك get user list التي get user name عفوا full name full name get user full name و get هذه get name ستقوم بطلب ال get db user من قاعدة البيانات، يعني تقول له احضر داتا من قاعدة البيانات. ستقوم ببعض العمليات هنا على مستوى هذه الداتا التي تحصلت عليها ال get get db user. هنا في السيرفيس سنقوم ببعض العمليات، ثم سنقوم هنا بعرض هذه النتيجة عن طريق print، يعني عرض في application console application console application. يعني المثال واضح كيف سنقوم بهذا المثال بالدلفي. ثم نتطرق إلى مفهوم الانجكسيون أو الانجكسيون دي ديبوندونس. سنقوم ب يعني بكتابة المثال ثم نتطرق إلى الموضوع. إذا نذهب إلى السورس كود، هذا تطبيق كونسول كما تلاحظون سنطبقه بطبيعة الحال لأني لا داعي للتطبيق الآن، فقط يعني هو تطبيق كونسول أبليكاسيون يعرض رسالة فقط، وأنا حذفت كل الكود موجود في يوزر سيرفيس ويوزر دياو. إذا أنشأت الكلاس مثل ما هو موضح في الرسم، عندي كلاس دياو وكلاس سيرفيس. كلاس دياو موجودة هنا وكلاس سيرفيس موجودة هنا، وهذا المين. في المين أو البيجن للبروجكت أريد أن أعرض نيم أو فول نيم الذي أتحصل عليه من السيرفيس، والذي بدوره يتحصل عليه من دياو يعني Data Access Object. سنبدأ بدياو. هنا سننشئ كلاس جديدة، أخترت الكود لأسرعها في الشرح. إذا عندي يونيت هنا اسمها يوزر دياو مثل اسم الملف. اوكي، نحتاج الى انشاء كلاس. هذه الكلاس ماذا نسميها؟ نسميها يوزر دياو مثل اليونت لكن مع تي، هكذا عاده في الدلفي. نضيف لها كونستركتور فارغ، ونضيف لها الميثود get db user التي ترجع لي array من نوع string.
وهذا جينيريك يعني ليس ديناميك. ثم في الامبلمنتيشن سانشئ فقط يعني سواء نقر على استطيع ان نقر على شيفت ماج و جي او سي جي جويد سي نعم جي جويد سي الان تنقص الان سي. هكذا تتحصلون على الامبليمنتاسيون اوتوماتيك الذي يمنحك اياه الدليل. اوكي في الكونستركتور الفارغ لا نريد اضافته ولا شيء، لكن في الميثود نريد الاتصال مع قاعدة البيانات وناتي بالداتا. هنا سنتصل مع قاعدة، لنفرض اننا سنتصل مع قاعدة البيانات وناتي بالداتا، الداتا في شكل array شكل string، لنفرض انه سجل الاسم واللقب قبل الخط. لنفرض ان الريزلت هنا تاتي بالداتا من قاعده البيانات ويعطيني سجل سكيلاب العادي. اوكي عفوا مثال بسيط جدا كما تلاحظون، مثال بسيط جدا كلاس عاديه لا شيء، يعني فقط هنا نقوم بالاتصال مع قاعده البيانات وناتي بالداتا. لكن انا للاسراع في هذا الدرس قمت بعمل const في شكل جدول من نوع string وارسلته في الريتيرن لهذه الميثود. نذهب إلى السيرفيس الآن. قلنا السيرفيس في الرسم، قلنا السيرفيس سيقوم بالكونسوماسيون أو استغلال هذه الوظيفة من هنا. إذا سنقوم بإنشاء كلاس أخرى هي السيرفيس بنفس الطريقة. إذا عندي سيرفيس يوزر، الآن سأنشئ الكلاس والتي تحتوي على متغيرة من نوع user DAO. قلنا أننا نحتاج متغير، المتغير لماذا المتغير؟ لأننا نريد الوصول إلى user DAO. كما تلاحظون نحتاج إلى متغير أو object من نوع هذه الكلاس، لذلك لابد من التعريف بها. إذا عرفتها اخترت أنا البريفايت، يعني كل واحد يستطيع يعملها أين يريد، لكن قبل أن نختار سأحذف يعني أحسن. وقبل هذا انا سرعت شويه في الكود. اذا عندي constructor فارة و get full name. قلنا ان هناك ميثود اسمها get full name تقوم باسترجاع الداتا من، يعني هي التي تقوم باسترجاع الداتا او طلب get db user. اوكي اذا ستقوم بطلب نفس الشيء، يعني نعمل implementation لهذه التعريفات and Shift C. أوكي إذن في الكونستركتور لا نعمل شيء، وفي get full name سنقوم باسترجاع الداتا. لاسترجاع الداتا لابد من طلب get db user الموجودة في الكلاس الثانية اللي هي هذه الميثود، لكن لابد من إنشاء object من نوع t user db DAO. هذا سنعمل اذا var tUser سنسميه user او user DAO يساوي الى create. هكذا انشانا object من نوع tUser DAO. ثم هذا object سنقوم بمنادات او طلب get db user الموجوده فيه، اللي هي الميثود الموجوده في هذا الاوبجكت. هذا الاوبجكت سيعطيني array، ساقوم بعمل split يعني تقسيم هذا الاراي الى قسمين، القسم الاول يعطيني الاسم والقسم الثاني يعطيني اللقب، واجمعهم الاثنين في شكل string وارجع هذه الميثود ترجع لي string كما تلاحظون. اوكي يعني قمت بعمليه حسابيه نعتبرها صغيره جدا، يعني فقط استرجع الداتا، أقوم بفصل إلى قسمين ثم أضعها في نفس string و result يعني تحويل جدول إلى string فقط بمثال صغير. أوكي ثم ماذا؟ نذهب إلى المين. المين موجود في الكود برانسيبال أو المصدر، يعني المصدر هذا التطبيق. سنقوم بماذا؟ الآن قلنا أن بعدما طلبنا من هنا طلبنا هذه الميثود،
سنطلب من المين هذه الميثود لأننا نريد العرض، نريد عرض نايم هنا، وهذا ما قمت به. إذا نريد عرض النايم، إذا هذه متغيرة اسمها نايم، كما تلاحظون هذا نايم لابد من التعريف بها. النايم هذه هي var name، سيأتي من سيرفيس، من اوبجكت اسمه سيرفيس، ويطلب الميثود اللي هي get full name. اذا نعرف بالسيرفيس var او سيرفيس بنفس الطريقة create، لكن هنا city create، لا ننسى اليوز، يعني لابد من التعريف هنا يعني معرف بهم، لكن هنا لابد ان نضع اسم الوحدة، اسم اليونيت هنا، وإلا لا نستطيع الوصول إلى هذا الأوبجكت أو هذه الكلاس. عفوا السورس، إذا طلبنا أو عملنا انستانس من هذه الكلاس في شكل هذا الأوبجكت، هذا الأوبجكت سيطلب هذه الميثود، والميثود سترجع لسترينج، ثم أقوم بعرض هذا سترينج. سأقوم بالتنفيذ الآن، وكما تلاحظون أعطاني نتيجة. عملنا كود بسيط جدا، يستعمل عدة طبقات، يعني كلاس تنادي إلى كلاس، تنادي إلى ميثود موجودة في كلاس إلى آخره. لكن هل هذه الطريقة صحيحة؟ يعني هل هذه الطريقة يعني فعالة، سليمة، سريعة؟ الكود صحيح، نعم، ونستطيع العمل هكذا بدون مشاكل. لكن لو كانت هناك يعني كلاسات كثيرة في المشروع، وهناك عملية امبليمنتاسيون إلى عدة كلاسات، تعمل امبليمنت إلى انترفاس، ويكون التطبيق كبير جدا، هنا ستجد بعض المشاكل للمتنص، يعني للصيانة. وأيضا مشكل كرييت، هذا نسميه كوبلاش فور، مشكل في الذاكرة، منصوح في واحد ديزاين اسمه لاجيكسون ديبوندونس، منصوح أنك تتخلص من كرييت، والتخلص من كرييت عن طريق الانجكسون دي ديبوندونس. لهذا يطلب منك اولا التخلص من الكوبلاش فور، هذا يسميه كوبلاش فور، يعني الوصول مباشر من كلاس الى كلاس، هذا نسميه كوبلاش فور. لا نريد التخلص من هذا، هذه يعني قاعدة بيانات اتركها، والتخلص ايضا من هذا. الحل ما هو للتخلص من هذا؟ كيف يعني نريد الوصول الى هذه الميثود، كيف نفعل ذلك؟ الحل هو بإضافة انترفاس، بإضافة لزانترفاس، سنضيف انترفاس هنا وانترفاس هنا، وهذا الربط سيكون هكذا، إذا هكذا، وهذا يعمل امبليمنتاسيون من هنا، وهذا يعمل امبليمنتاسيون من هنا، وننزع هذه الرابطة اللي سموها كوبلاش فور، ونستعمل بما يسمى بكوبلاش فاب. إذا استعملنا هذه الطريقة معناها كوبلاش فاب، وهنا نسميها اي يوزر داو، وهذا اي يوزر سيرفيس كلاس. اوكي، هذه اول يعني اول حل لتخلص من الكوبلاش فور. ثم قلنا أننا تخلص من create، التخلص من create، نبدأ بالتخلص من create الموجود في هذه الصفحة، في أرى الوقت فقط. okay. للتخلص من create الموجود هنا، هناك طريقة سهلة بدون عمل injection، يعني بعمل injection dependence static، هذا ما يعرف static. للتخلص من هذا أننا كل create نعملهم بالخارج، يعني في المين، يعني كل الكرييت، اي كرييت نحتاجها في الابناء نستعملها في الاب، يعني التطبيق او الصفحه التي تنادي كل شيء. كيف نقوم بذلك؟ اذا سنتخلص من هذا من هذا اليوزر، سننشئ اولا اوبجكت بريبايت هنا، اذا عندي سنعرف به، اذا اوبجكت هذا يوزر دي او من نوع تي يوزر دي او، ثم ننشئ نبحث عن البروبرتي. اوكي، اذا ننشئ
الجيتر ستر بالطريقة العادية يعني. كونستركتور بيبليك اوكي. ثم ماذا نقول له هنا؟ سلف يعني نفس الشيء سلف. إذن هنا وصلنا إلى الخاصية الموجودة هنا في البريفايت. الآن لابد أن نكتب في هذه الخاصية. كيف نكتب فيها؟ نذهب إلى المين ونكتب بعدما أنشأنا الأوبجكت، نستطيع الوصول إلى المفروض الخاصية، الخاصية اللي هي من نوع public. هنا الخاصية أين هو اليوزر؟ هذه خاصية private لا نستطيع الوصول إليها. Property نعم سأضيف F كي نستطيع الوصول إليها، لكن هذه نستطيع الوصول إليها و سنطلبها من هنا. وتساوي إلى نيو نحن في الدلفي كريم. إذن وصلت إلى الخاصية الموجودة في اليوزر سيرفيس وأنشأت أوبجكت من نوع تي يوزر داو. هذه الخاصية هي من نوع تي يوزر داو. أنشأت انستانس هنا من هذه الكلاس، أنشأت أوبجكت أوكي كما تلاحظون. الآن هو يعني المفروض نصل إلى البريفايت وليس إلى البيبليك هنا في الداخل. بما أني أستطيع الوصول إلى البريفايت نستعمل البريفايت هنا. إذن كتبت في الساتر يعني قلت له رايت، عندما اطلب هذه الخاصيه اكتب يعني استعمل هذا مكان هذا، هذا هذا برايفت وهذا بيبليك. اذا اصل الى هذه الخاصيه، انشئ نيو انستانس من هذه الكلاس وضعها هنا. بعد ذلك عندما تضعها هنا تستطيع الوصول الى الميثود جيت دي بي يوزر. ان لم افعل هكذا، ان لم نفعل هذا هذا سطر سيعطيني نيل، يعني سيذهب الى هذه الميثود فول نيم، يجد اننا نستعمل اوبجكت نيل ويحصل باج يعني، لان هذا الاوبجكت نيل. اين هو هذا الاوبجكت نيل؟ اذا لا يستطيع الوصول الى هذه الميثود كما تلاحظون. هكذا المفروض كل شيء تمام، سننفذ وهكذا يعني حذفنا الكرييت الموجود هنا سابقا كما تلاحظون. لا توجد اي كرييت هنا لاننا هذا سيرفيس سيقوم بانشاء، سنقوم بالانشاء هذا الاوبجكت من الخارج. هنا انشانا السيرفيس ثم انشانا الاوبجكت الاخر وكما تلاحظون اعطاني النتيجه هذا يسمى انجكسيون دي ديبوندونس كما تلاحظون. هذا يسمى انجكسيون دي ديبوندونس، لكن ماذا ما زال فيه مشاكل، لاننا قلنا بالانجكسيون ديبوندونس اننا لابد من التخلص من كلمه كرييت يعني نيو هذا الانستانس هذا مباشر نتخلص منه ونترك النظام هو الذي يسير ذلك. لذلك هذا تسمى انجكسيون ستاتيك وما زال الانجكسيون ديناميك. هناك نوع اخر من الانجكسيون ستاتيك يعني لابد عفوا نستطيع ارسال الاوبجكت هذا بماذا؟ عن طريق الكونستركتور. اذا كيف نفعل ذلك؟ نحذف هذه الخاصيه مباشره من هنا ونضيفه في الكونستركتور يعني نعمل كونستركتور مملوء ببارامتر ونذهب إلى أين هو الكونستركتور ونضع فيه هذا الأوبجكت. إذن عندي أوبجكت لنسميه يوزر دي بيو هكذا. ثم نقول له ماذا؟ سيلف اف يوزر يساوي إلى يوزر دي بيو وننزع لأننا نحتاج هذا الوصول إليه من الخارج بل وصلنا إليه من الداخل، سننزع F أيضا. وبعد ذلك نستطيع إلى الوصول إلى الخاصية. إذا هذه الخاصية موجودة فوق، عرفنا بها فوق بشكل بريفايت. ثم كتبنا في هذه الخاصية البريفايت كتبنا فيها معلومات جديدة اللي هي create يعني new instance عن طريق ماذا؟ عن طريق إرسال بارامتر في الكونستركتور.
وهذا البارامتر متى أنشأناه؟ أنشأناه من الخارج من كلاس أخرى، كما تلاحظون أنشأنا أوبجكت هنا وأرسلناه مع الكرييت يعني مع الكونستركتور لهذا. هكذا يستطيع الوصول إلى الخاصية. وبالطبيعة الحال تخلصنا من الكرييت الموجود هنا مثل المثال الثاني، يعني تخلصنا على الكرييت، لا يوجد كرييت هنا، وعملنا الكرييت من الخارج. إذا عندي كرييت أولى وكرييت ثانية، كرييت الأولى للسيرفيس وكرييت الثانية للأوبجكت المستعمل في على مستوى السيرفيس اللي هو دياو. واستطعنا بعد ذلك طلب الخاصية الميثود. سنقوم أكيد لم نعرف به فوق في الكونستركتور، وهذه النتيجة. في هذا المثال استطعنا عمل بما يسمى injection de dependance static. هنا هي الصورة static، عملنا static. سنضيف شيء آخر اللي هو ما هو اللي هو التخلص من الكوبلاج فور، وذلك بإضافة e user DAO و e user service، يعني انترفاس ليوزر DAO وانترفاس ليوزر service. وهكذا يكون المتغير هنا لا يكون من نوع T user DAO، وإنما سيكون من نوع E user DAO، وهذا سيكون في الدرس القادم إن شاء الله. وسنضيف أيضا ما يعرف ب Spring for Delphi إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.